السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خمس كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالهن غفرت جميع ذنوبه وأدخله الله الجنة. سنتعرف عليها في هذا الفيديو، فتابعوا معنا. لكن قبل أن نبدأ، أحببت فقط أن أشير إلى نقطة مهمة جدا جدا نشرها أحد المشايخ جزاه الله خيرا، وسأذكر بها من هذا المنبر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. أخي الحبيب اسمعني دقيقة بس، والله لك فيها النفع ولك فيها الفائدة. الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. إياك ثم إياك أن يمر عليك مقطع ديني، آية قرآنية، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو موعظة، وتمر عليه مرور الكرام. أوقف ذلك المقطع، اعمل له تفضيل، اعمل له إعجاب، إعادة نشر، حتى يرتفع ذلك المقطع. فلا نعلم أيها الأحبة في أي حسنة ندخل الجنة، لكن أنت تساهم في نشر الخير، أنت تساهم في نشر الخير. أي مقطع يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ساعد، انشره حتى يرتفع ذلك المقطع، حتى يكون لك الأجر والثواب. زاحموا أهل الفساد في فسادهم، زاحموهم في معاصيهم في نشرهم للفساد. الآن افتح تطبيق اليوتيوب وادخل على المحتوى الرائج في بلدك، ماذا ستجد؟ ستجد أغلب المحتوى فساد، عري، بعد عن الدين، لهو الحديث. لماذا لا نشاهد المقاطع الدينية تكتسح المحتوى الرائج؟ لماذا؟ نحن المذنبون، نحن من نساهم في اكتساح مقاطع العري والفحش للمحتوى الرائج. إذا لم يكن لك محتوى تنشر من خلاله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى الأقل ساهم في انتشار أي مقطع ديني مر أمامك، قم بالتعليق عليه، اعمل له إعجاب، قم بإعادة نشره على مختلف حساباتك في التواصل الاجتماعي. والله لك الأجر، وستؤجر على ذلك، وهذا من العلم النافع الذي ينشر بين الناس. إخواني الكرام، جاء في الحديث عن أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. إخواني الكرام، ذكر الله من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فأجره عظيم وثوابه جزيل، وقد مدح الله عز وجل في كتابه الذاكرين والذاكرات. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، أي أيما عبد قال شهادة التوحيد وكبر الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، والله أكبر وأعظم من كل شيء، صدقه ربه، أي أقره الله عز وجل على قوله وتقبله منه، وقال، أي وقال الله عز وجل تصديقا لعبده وإقرارا له لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال، أي وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، أي لا أعبد إلا الله وحده، قال يقول الله، أي قال الله عز وجل تصديقا لعبده وإقرارا له لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي وإذا قال العبد لا أعبد إلا الله وحده ولا أشرك به شيئا من مخلوقاته ولا أتخذ معبودا سواه، قال الله، أي قال الله عز وجل تصديقا لعبده وإقرارا له لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، أي وإذا قال العبد لا أعبد إلا الله فهو الإله الحق الذي له وحده الملك والتحكم والتصرف في الكون وهو وحده يستحق الحمد، قال الله، أي قال الله عز وجل تصديقا لعبده وإقرارا له لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي وإذا قال العبد لا أعبد إلا الله فهو وحده الذي بيده القدرة والقوة، قال الله، أي قال الله عز وجل تصديقا لعبده وإقرارا له لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، أي من قال وهو مريض لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات من هذا المرض لن تمسه النار.
وفي هذا الحديث فضل ذكر الله عز وجل وأثره في تصديق الله العبد وإقراره له، والحث على المداومة على ذكر الله عز وجل والإكثار منه، لأن ذكر الله سبب للنجاة من النار. أحاديث أخرى عن فضل لا إله إلا الله. ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تتحدث عن فضل قول لا إله إلا الله، ونذكر منها ما يلي: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. رواه الألباني في صحيح ابن ماجه عن معاذ بن جبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الظهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه شعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان عن أبي هريرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كن كعدل 4 رقاب وكتب له بهن 10 حسنات ومحي عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. رواه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند عن أبي أيوب الأنصاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب العرش الكريم. رواه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن عباس. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تخرج من هذا الفيديو قبل أن تضع بصمتك بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تبخل أخي الكريم بمشاركة هذا الفيديو في صفحتك أو في مجموعاتك أو مع أصدقائك كي تعم الفائدة. ولا تنسى أن الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.